ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، صباحكم فل وسعد وخير يا رب. انا هنا جهزت اللانش بوكس بتاع ابني، انا كنت لابسه خلاص وهنزل اوديه للحضانه. انا كان عندي حواوشي من بالليل، يعني بحاول اديله اي حاجه موجوده في البيت، بحاول على قد ما اقدر ما ياكلش الفينو، وهو مش بيحب الفينو اصلا. وحطيت له ازازه الميه بتاعته وخلاص، ادينا نازلين السلم ورايح هو الحضانة. الحضانة من غير زي، يعني بص شكل الزرع كده والشارع الصبح بيبقى فاضي وحلو ومريح كده، بتبقي ماشية مبسوطة وأولادك بيجروا قدامك بتبقي مبسوطة. يعني خلص هنا بيجري، قربنا خالص على الحضانة. الحضانة بتاعته اسمها دار البيان للناس اللي من أسيوط، يعني هي في مصنع سيد. تمام، وهادينا داخلين الحضانة. بعد ما رجعت حضرت الجبنة، وانا جاية الباتيه اللي هو كرواسون بالشوكولاتة ده، وعملت شاي لابني التاني، وقعدنا علشان نحفظ القرآن، لان احنا بنروح زي مش كتاب، يعني هو الجامع عندنا في دكاترة يعني في تحفيظ القرآن، فبيحفظ القرآن بدل يعني ما هو قاعد في الاجازه وكده. وانتوا عارفين ان ما اهتمناش، يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. وانا عملت ليا ميه بليمون علشان نمشي الدهون، وكوبايه لبن، وباكل 7 تمرات. يعني هو بعمل نظام الدايت اللي هو تمر بالحليب لمدة 5 أيام أو 6 أيام. يعني أنا دلوقتي خلصت النظام خالص يعني، والحمد لله نزلت عليه 3 كيلو في 5 أيام، ما كملتش بصراحة اليوم السادس. ولما أكلت في يعني يوم الخميس والجمعة أكلت براحتي خالص، ما زدتش. قبل كده كنت عملت اللي هو الرجيم بتاع التفاح، ما يعني تخني بعديها في يوم. ودلوقتي حطيت على حطة غسيل وقعدنا نحفظ القرآن، بنحفظ سورة النبأ. هو الحمد لله خلصها. وبعد كده عملت الكبدة وأكلنا كبدة بلدي، كانت تحفة. وضبت المواعين وخلينا المطبخ زي الفل، بفتة كده. ودلوقتي هعمل قهوة ليا والجوزي، وبعد ما بيشرب القهوة بينزل على طول على الشغل، مش بيقعد معانا. يعني يشرب القهوة وينزل على الشغل، واحنا قعدنا نذاكر، انا قعدت على الموبايل، قعدنا كده يعني بنفضل قاعدين هنا. دي القهوة بتاعت جوزي دايما، اعملي لي القهوة على نار هادية، بياخد هو العين الصغيرة. وحطيت قطعة شوكولاتة ليا وقطعتين ليه، هو ما شاء الله ما بيتخنش. انا بقر بقر، وبنحب نشرب بصراحة القهوة في كوبايات، ما بعرفش اشربها في فناجين صغيرة، لكن لو فنجان كبير شوية عادي نشربها. ما نشربهاش ليه؟ شايفين القهوة بتاعتي، انا شاطرة في القهوة، شايفين القهوة وش بقى اوعى. هو بياكل المكعبين وانا باكل مكعب واحد.